نشرة للأخبار من قناة وطن ونبدأها مع أبرز العناوين. العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ومشاركة أكثر من 10 ملايين زائر. قبل انعقاد جلسة البرلمان الثانية، الجدل يستمر بخصوص قانونية مساءلة وزير المالية وترقب لقرار المحكمة الاتحادية. بتوصية الكاظمي صالح يبرر قرار العفو عن نجد محافظ النجف السابق وتأكيدات نيابية بوجود صفقة سياسية. اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة كييف، الجيش الروسي يقترب من إعلان سيطرته على المدينة بالكامل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أقيمت مراسيم التشييع الرمزي للإمام الكاظم عليه السلام من قبل الزائرين الذين أحيوا ذكرى شهادته في مدينة الكاظمية المقدسة. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة نجاح مراسيم الزيارة الرجبية والخطة المعدة لها. وقالت العتبة في مؤتمر صحفي إن عدد الزائرين المشاركين تجاوز 10 ملايين زائر مع استمرار توافدهم صوب المدينة المقدسة. أكد رئيس مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي أن هندسة الحشد وبقية تشكيلات الحشد الشعبي حضروا خلال زيارة الإمام الكاظم ب10 أضعاف في هذا العام عن العام السابق. وقال الكوفي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد العمليات الحشد الشعبي حسين السماحي وعدد من قيادات الحشد أن الحشد نسق مع جميع الأجهزة الأمنية المشاركة بالزيارة لإنجاح الخطط الأمنية. ومن جانبها أعلنت مديرية المرور نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الرجبية وإعادة فتح عدد من الطرق التي تم إغلاقها في جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد. وذكرت المديرية أن الطرق التي تم فتحها هي المشتل باتجاه سريع الدورة وفتح ساحة النصر والعبيدي إضافة إلى جسر الديالة وجميع الساحات في مدينة الصدر. وأضاف البيان أنه تم فتح طريق معسكر رشيد باتجاه تقاطع الزيوت وساحة عقبة إضافة إلى فتح ساحة التحرير وساحة النصر والفردوس وكهرمانة وكذلك الأندلس. هذا من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الثانية للفصل التشريعي الأول يوم غد الاثنين. وبحسب وثيقة صادرة مجلس النواب فإن الجلسة تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب فضلا عن تشكيل اللجان النيابية الدائمة. كما تتضمن الجلسة دعوة لعامة لمناقشة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.
وقالت أوساط نيابية أن جلسة البرلمان الاثنين المقبل ستكون ساخنة في حال حضور وزير المالية. وأضافت الأوساط النيابية أن الكثير من النواب سيطرحون أسئلة مهمة خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المواد الدستورية الخاصة بتعزيز الاقتصاد الوطني وفق الطرق الحديثة، فضلا عن ملف زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار. أوضح النائب عن دولة القانون جواد البولاني أنه لا يمكن استضافة وزير المالية باعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، في حين قال النائب عن الكتلة الصدرية حيدر المنصوري أن كتلة نصر وكتلته تصر على حضور وزير المالية عبد الأمير علاوي في جلسة البرلمان المقبلة، مشددا على ضرورة أن يخضع علاوي لمطالب البرلمان. أهلا بكم. أكد النائب المستقل عدنان الجابري عدم حصول اتفاق على تسمية رؤساء اللجان النيابية وأعضائها، ولفت الجابري لأن اتجاه مجلس النواب نحو هذا الملف أفضل انتظار الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية، وقال أن تقاسم اللجان مرتبط بتوزيع المناصب الحكومية بين الكتل وتشكل المعارضة. كشف القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني عن تزايد عدد النواب في تحالف الثبات الوطني الذي يضم جميع قوى الإطار التنسيقي والكتل المتحالفة معها. وأكد الحياني أن عدد النواب في تحالف الثبات الذي سيعلن عنه قريبا بلغ 133 نائبا بعد انضمام عدد من النواب المستقلين والنواب من كتل سياسية أخرى. حدد حزب الاتحاد الوطني موقفه من الانضمام لتحالف الثبات الذي يضم جميع قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى. وقال عضو الحزب غازي كاكائي إن الاتحاد الوطني يقف على مسافة واحدة من الجميع ولن يقف مع طرف على حساب الطرف الآخر سواء كان مع أطراف البيت الشيعي أو السني، مشددا على ضرورة تكاتف الكتل السياسية خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ البلاد، نافيا وجود موقف رسمي من الاتحاد الوطني بشأن الانضمام لأي تحالف جديد. أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المدان بتهمة التجارة بالمخدرات. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن العفو صدر بناء على توصية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في الشهر الماضي. وأضاف البيان إن رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم، وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق في الرأي العام في أسرع وقت.
هذا وقد وجهت النائبة نداء لكريطي سؤالا برلمانيا للكاظمي حول العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات. وبحسب الوثيقة فإن الكريطي طالبت الكاظمي ببيان كيفية إصداره توصية ضمنية لرئاسة الجمهورية بصدد العفو الخاص عن جريمة جواد الياسري ابن المحافظ الأسبق للنجف، وذلك لمتاجرته بالمخدرات وما تحمله تلك الجريمة من خطورة على المجتمع العراقي وواقعه الأمني. هذا وقد علق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والمرشح الرئاسي المرفوض من قبل المحكمة الاتحادية هوشيار زيباري على العفو الخاص عن أحد المتهمين بتجارة المخدرات. وقال زيباري في منشور على موقع فيسبوك إن قرار السيد رئيس جمهورية العراق بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية يظهر جليا للقاصي والداني بأن الرئيس بحاجة إلى شهادة حسن سلوك وسيرة من قضائنا المستقل. ولمزيد المعلومات حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب المحلل السياسي جاسم الغرابي. أهلا بك أستاذ جاسم. أهلا وسهلا بكم وقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. ستتضمن جلسة الغد تشكيل واختيار رئاسات اللجان النيابية، هل اتفقت القوى السياسية أم أن الأمر متروكا للصراع البرلماني يا ترى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دستوريا لا يحق للبرلمان الآن تشكيل اللجان إلا بعد أن يشكل رئيس جمهورية ورئيس كتلة، يعني كتلة كبيرة ومن ثم رئيس وزراء. فأنا أعتقد أن أول خطوة للبرلمان ستكون خطأ بتشكيل رؤساء للجان في البرلمان، ولحد الآن لم تحقق من هي الكتلة الأكبر ومن يعطي هذه اللجنة إلى هذه الكتلة أو هذه الكتلة. فأنا لا أعتقد أنه يعني قرار دستوري للبرلمان. نعم. ترى هل تم تأكيد حضور وزير المالية غدا إلى البرلمان؟ يعني هي هناك مناكفات سياسية بين السيد النائب الأول لرئيس البرلمان والسيد وزير المالية، ولكن في كل الأحوال يجب أن يأتي السيد وزير المالية لتوضيح بعض الحقائق. لديه حقائق والبرلمان لديه حقائق، وأعتقد أن أحد النائبات لديها أدلة وقرائن على عدم وجود سياسة مالية حقيقية في وزارة المالية، فأعتقد سيحضر السيد وزير المالية. نعم. أستاذ جاسم، يا ترى هل من صفقة سياسية خلف تفعيل ملف سعر الدولار؟ ألا تعتقد بأن الموضوع متعلق بكسر المدد الدستورية؟ وهل سيتغير السعر يا ترى؟ يعني أنا لا أعتقد هناك قرار بتخفيض سعر الدولار، لأنه نفس الكتل السياسية اليوم وتنادي بخفض سعر الدولار هي التي رفعت سعر الدولار، باستثناء النهج الوطني ودولة القانون في ذلك الوقت انسحبوا من الجلسة. أما هذه الكتل اليوم التي تنادي أمام الشعب بأنها تريد، ويوم عرفت أنه الشعب قد ارتفعت عليه إلى سعر، فأنا أعتقد أنها أكذوبة لرفع اسمها في داخل البرلمان ورفع صوتها. نعم. ترى لماذا تتجاهل رئاسة البرلمان تحديد موعد لاختيار رئيس الجمهورية؟ ألا ينص الدستور على اختيار الرئيس بالجلسة الثانية عادة؟ يعني نعلم أن كل الكتل السياسية لديها الدستور مطاط تفعل به ما تشاء، فهناك خرق للدستور في هذه المادة لعدم اتفاق الأخوة الكرد على مرشح وحيد للبرلمان. نعم. فأنا أعتقد الآن في هذه اللحظة هناك اجتماع، يعني في تسريبات بين القوى السياسية بالتحالف الطولي السيادة والتيار الصدري والديمقراطي، فأنا أعتقد قد يكون ينتج عنه شيء غدا. نعم.
ختاما أستاذ جاسم، برأيك ما هو موقف المستقلين من موضوع كسر المدن الدستورية وتغييب ملف انتخاب رئيس الجمهورية؟ يعني المستقلين اليوم تقريبا أصواتهم قد بلعت بين الكتل الكبيرة، بين الإطار وبين التيار وبين التقدم، فأنا أعتقد هم بيضة القبان ولكن لا يعرفون كيف يعملون في البرلمان. نعم. هم لديهم 40 مقعد يستطيعون تغيير الواقع السياسي في العراق. نعم، انتظار جلسة الغد. كل شكر لك الأستاذ جاسم الغرابي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، وأهلا بك دائما. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. انتقد وزير الموارد المائيه مهدي رشيد الاحمداني استمرار مشكله التجاوزات على الحصص المائيه في محافظه واسط، والتي عانت منها سده البدعه وشط الشطره، واثرت بشكل سلبي على كميات المياه الوارده في محافظه ذي قار. وقال الحمداني خلال زيارته محافظه ذي قار انه يدعو الحكومه المحليه في محافظه واسط بالتعاون مع كوادر الوزاره للحد والسيطره على مشكله التجاوزات على الحصص المائيه، مشيرا لان عمليه التجاوزات الحاصله لها تأثير كبير ومباشر على حصة المحافظة. طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بإقالة أمين بغداد على خلفية اعتدائه على معاون مدير بلدية الشعلة وعدد من العمال. صيف قالت أن أمين بغداد قام بالاعتداء على المهندس صادق ووجه له السب والشتائم وكذلك لعمال البلدية، ووصفهم بألفاظ مهينة أمام زوار الإمام الكاظم عليه السلام، مبينة أن أمين بغداد قام بنقل معاون مدير البلدية وطالب بحذف الفيديو المصور لكي لا ينتشر. هذا وطالبت نصيف وفوضية حقوق الإنسان بالتدخل ومنع إهانة الموظفين والعمال واحتقارهم من قبل أمين بغداد. تسبب نزاع عشائري بخروج محطة القرنة التحويلية عن الخدمة، وقال إعلام مديرية كهرباء البصرة في بيان إن محطة القرنة التحويلية للكهرباء التابعة للشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية تعرضت لعدد من الإطلاقات النارية بسبب النزاعات العشائرية المستمرة في المحافظة، مما أدى إلى تضرر أجزاء منها وخروجها عن الخدمة. وأكد البيان أن أعمال صيانة المحطة تمت بوقت قياسي. كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لإنارة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في البلاد في وقت تغرق البلاد فيه من قطاع شبه تام للتيار الكهربائي، مما أثار ردود أفعال سلبية تجاهها. كريم ستار والتفاصيل. في تصريح مثير للتساؤلات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن هناك خطة لإنارة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في بغداد، وهذا دليل رسمي على فقدان الكثير من شوارع العاصمة للإنارة، كما أنه أثار سخرية كبيرة من البغداديين الذين ما زالوا يتذكرون شوارع العاصمة قبل أكثر من نصف قرن، وهم أطفال يدرجون فيها ويقرؤون تحت أعمدة النور المنتشرة في طرقها وأزقتها التي كانت منيرة دائما بسبب استمرار الصيانة. السؤال الكبير هو ما الذي دعا وزارة الكهرباء للتخطيط من أجل إنارة شوارع بغداد وأزقتها؟ وهل كانت هذه البادرة هي تزويقا لجريمة إهمال هذه الشوارع وعدم صيانة الإنارة فيها؟ والسؤال الآخر هو إن إنارة شوارع بغداد تقع على عاتق من؟ وزارة الكهرباء أم أمانة العاصمة أم كليهما؟ يبدو أن المسؤولين لا يعلمون حتى حدود دوار المسؤوليات في العاصمة بغداد التي كانت يوما ما عاصمة النور لتصبح اليوم بحاجة إلى خطة عمياء لإنارتها. وبحسب مواطنين بغداديين فإن خطوة إنارة بغداد كان يجب أن تتم دون الحديث عنها في الإعلام وكأنها منجز، لأن ذلك سيثير السخرية من المسؤولين كما سيثير الشفقة على عاصمة كانت ذات يوم مركزا للعلم والحكمة. من بغداد، كريم ستار، قناة وطن.
أجلت وزارة الخارجية 3 طلبات عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا، هذا وقد كشفت خلية الأزمة في السفارة العراقية في أوكرانيا عن اتخاذها سلسلة إجراءات طارئة لإجلاء الرعاية إلى الدول الأكثر أمانا، وذلك مع بلوغ المعارك ذروتها. عضو الخلية ضياء أحمد قال إن جميع خطوط موظفي السفارة تحولت إلى ساخنة للتواصل مع العراقيين ومساعدتهم، مشيرا إلى أنه سيتم سحب العالقين حال الوصول إلى هدنة أو طريق يسمح بالانسحاب. دخلت القوات الروسية مدينة خاركوف الأوكرانية في اليوم الرابع للعمليات العسكرية، وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامر القوات المسلحة بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض، فيما أكدت مصادر ميدانية أن الجيش الأوكراني ينتشر بين الأبنية وعلى الطرقات الرئيسية، في حين ما زالت خطوط المترو في كييف متوقفة عن العمل وتحولت إلى ملاجئ. دعت الصين الإدارة الأمريكية لمراجعة نفسها والاعتراف بأنها كانت سببا باندلاع الحرب، ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، واعتبر أن كل ما يحدث الآن من حرب هو من مسؤولية واشنطن. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الصيني تأييده للتسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات. وبذلك نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ومشاركة أكثر من 10 ملايين زائر. قبل انعقاد جلسة البرلمان الثانية، الجدل يستمر بخصوص قانونية مساءلة وزير المالية وترقب لقرار المحكمة الاتحادية. بتوصية الكاظمي صالح يبرر قرار العفو عن نجد محافظ النجف السابق، وتأكيدات نيابية بوجود صفقة سياسية. اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة كييف، الجيش الروسي يقترب من إعلان سيطرته على المدينة بالكامل. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.